التنميط بشكل عام بنقصد بيه هي مجموعة الصفات أو السمات المرتبطة بفئة ما بشكل عام. ولو هنتكلم على التنميط المرتبط بالنوع الاجتماعي بشكل خاص، فاحنا نقصد مجموعة الصفات والسمات اللي المجتمع ما بيتفق بشكل ما إن الصفات دي مرتبطة بالرجال أو بالنساء اللي موجودين في هذا المجتمع. وبالتالي عشان ندي مثال، هنقول إن المجتمع متوقع إن الست تكون ليها مواصفات جسدية معينة، تلبس بشكل معين، تتكلم بشكل معين، تقوم بمجموعة من الأدوار الاجتماعية المرتبطة بكونها بنت، ومرتبطة بكونها أخت، المرتبطة بكونها زوجة، وبعدين المرتبطة بكونها أم، وكل بقى ما يرتبط بهذه التفاصيل المرتبطة بالأدوار الاجتماعية. أما بتفشل إن هي تحقق المتطلبات دي، بيكون في شكل من أشكال العقاب المجتمعي اللي بيقع عليها، وبيكون متفاوت في درجة قسوته وشدته حسب الثقافات الفرعية كمان المختلفة اللي موجودة في مجتمعنا. بس في الآخر طول الوقت بيدفعها دفعاً إن هي ترجع تاني مرة تانية تحصر نفسها في ما هو متوقع منها أو ما هو منتظر منها من المجتمع، فتقع جوه دايرة التنميط. التنميط بيحصل إمتى وبيحصل إزاي؟ في الحقيقة عادة اللي بيكون حاضر في أذهاننا إن التنميط بيحصل وإحنا في مرحلة المراهقة أو قبلها بشوية، أما يبدأ يبقى علينا ضغط اجتماعي كبير سواء من المدرسة أو من البيت أو من العيلة أو من غيرهم، إن إحنا نسلك سلوكيات بعينها مرتبطة بالتوقعات الاجتماعية لكنا ذكور أو إناث. بس ده مش حقيقي، لأن الحقيقة إن التنميط بيحصل من قبل كده بكثير جدا. بيحصل من أول ما الفرد يتولد أو يمكن من قبلها، أما الأم والأب بيعرفوا إن هم هيجيبوا ولد أو بنت، فمن الأم وهي حامل هتبدأ اوريدي تكون التوقعات دي، ويخليها تاخد مجموعة من الاختيارات اللي هي بتاخدها في الحقيقي للمولود اللي جاي اللي هو لسه مختارش أي حاجة، وفي نفس الوقت بتدخل نفسها في إن هي أم لذكر، في الدور بتاع إن هي أم لذكر أو أم لأنثى. فعملية الأمومة والأبوة كمان نفسها بتختلف وبتتشكل طبقا للي جاي لنا دوت ولد ولا بنت. وبعدين بعد ما بيتولد تبدأ بقى تختار له مجموعة كتيرة جدا 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 من الاختيارات، من أول الاسم لحد الألوان اللي بيلبسها، مروراً بأما يكبر شوية يضحك إزاي ويتكلم إزاي ويعبر عن مشاعره إزاي. بس في نفس الوقت عشان ما نبقاش إحنا كمان متشائمين قوي، في الحقيقة الطفل اللي جاي ده أو الإنسان اللي هو جديد ده ما بيكونش متلقي سلبي، مش مجرد مكنة بتطبع عليها الحاجات من برة وهو بيتلقاها وخلاص. لا، هو كمان طول الوقت بيختار وطول الوقت بيغير وطول الوقت بيتغير، وبالتالي هو على ضغط اجتماعي من الأم ومن الأب ومن المدرسة ومن التلفزيون والبرامج اللي بيشوفها والأسرة وصحابه وغيرهم، لكن هو كمان عقله بيقوم بمجموعة من الاختيارات، ساعات بيقبل كتير من الضغط الاجتماعي ده وساعات تانية بيرفض بعضها، وأغلب الوقت في الحقيقة بيعمل توازن، بمعنى أنه هو بيرفض مجموعة من الحاجات وبيقبل مجموعة من الحاجات وبيغير في مجموعة من الحاجات التانية. عشان كده بنقول إن الرجولية والأنثوية والتنميط المرتبط بيها هو في الحقيقة طول الوقت متغير وعمره بيبقى ثابت. هل كل المجتمعات بتقوم بعملية التنميط، ولا التنميط هو حاجة خاصة فقط بما يعرف المجتمعات التقليدية أو المجتمعات يعني بين قوسين الأقل حداثة؟ في الحقيقة أحد النقط المهمة جدا المرتبطة بموضوع التنميط إن إحنا كلنا بيبقى عندنا توقع إن مجتمعاتنا اللي هي مجتمعات أكثر تقليدية بتقوم بعملية التنميط في مقابل المجتمعات الأخرى اللي احنا شايفينها مجتمعات حديثة ومتطورة وكذا، ما بتقومش بالتنميط المرتبط بالنوع الاجتماعي. بس دي حاجة مش صحيحة، لأن كل المجتمعات باختلافها وكل الثقافات باختلافها سواء كانت الثقافات الشرقية أو الثقافات الغربية عندها تنميط مرتبط بالنوع الاجتماعي، بمعنى إن هي عندها مجموعة من التنميطات والقوالب المرتبطة بالستات في مقابل أخرى مرتبطة بالرجالة، عندها بعض الحاجات اللي بتتقبلها وبتنتظرها من الستات والحاجات التانية اللي بترفضها وبتبقى بالنسبة لها مش مقبولة أو مش محبذة إن الستات تملكها في مقابل العكس بالنسبة للرجالة. الفرق الوحيد والمهم جدا هو مدى مرونة القوالب المرتبطة بالنوع الاجتماعي اللي المجتمعات بتعرف بيها الرجولة والأنوثة، بمعنى إن في المجتمعات الأكثر محافظة القوالب دي قوالب جامدة مش مرنة، وبالتالي المجتمع ما بيسمحش إن الستات والرجالة ياخدوا اختيارات خارج التنميطات الاجتماعية المتوقعة منهم. فلو ست حد بتاخد اختيار بعيد قوي عن ما يتوقعه المجتمع منها، سواء فيما يتعلق بالدور الاجتماعي، سواء فيما يتعلق بنوع المهنة اللي بتشتغلها، شكلها
عامل ازاي، جسمها عامل ازاي، صوتها، ضحكتها، وغيره من الصفات المرتبطة اللي ممكن مجتمعنا بيعرف بيها الأنثوية. المجتمعات التقليدية بترفض ده وتعاقبه، وبتتعامل إن هذه الست في الحقيقة بتكسر الثوابت اللي المجتمع مختارها، وفي أحيان كتير هذه الست كمان زي ما أنا بقول بتتعرض لعقاب، وبعض الأحيان بيكون عقاب شديد جدا. نفس الحكاية بالنسبة للراجل، هو الموضوع مش بس على الستات، الراجل اللي بياخد اختيارات بعيد عن الصورة النمطية المتوقعة منه كراجل ممكن يتعرض لعقاب. المجتمعات الأقل تقليدية بتسمح بدرجة من المرونة، بتخلي استاتو الرجالة عندهم مساحة من البراح ان هم يتحركوا خارج القوالب النمطية اللي المجتمع فرضها بدرجة طبعا نسبية مش بشكل مطلق، وبالتالي الاختيارات البعيد عن القوالب النمطية اللي هياخدها الراجل او الست ممكن التسامح معاها بدرجة ما، في حين ان في بعض المساحات الاخرى اللي ممكن الاكثر حساسية لسه في مجتمعات كتير ما بيتمش التسامح معاها، او برضو بتعتبر منبوذة وغير محبذة وكذا. فكل احنا هدفنا اما بنتكلم على فكرة التغيير ان احنا نحاول نخلي المجتمع اكثر مرونة، وبالتالي يتقبل الاختيارات اللي ممكن الرجال او الستات يحبوا ياخدوها خارج القوالب النمطية اللي المجتمع مختارها. هل التنميط خطأ في حد ذاته او وظيفة غلط مفروض ما نقومش بيها؟ في الحقيقة لا، لان التنميط وظيفة طبيعية المخ طبيعي لازم يقوم بيها، وما ينفعش يتعامل من غير ما يقوم بهذه الوظيفة. مخنا نفسه عنده مجموعة من التوقعات المرتبطة بالمرأة ومجموعة من التوقعات الأخرى المرتبطة بالرجل، فما يتعامل مع ست هيتوقع منها تسلب بشكل معين، في حين ما يتعامل مع راجل هيتوقع منه يسلب بشكل معين، ودي وظيفة طبيعية. لو مخنا في الحقيقة ما قامش بيها وتعامل مع كل متغير جديد بيجي علينا باعتباره أول مرة يشوفه، ما عندوش منه أي توقعات، مش هيقدر يتعامل، هتبقى حاجة مجهدة جدا 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 نفسيا وعقليا على المخ، وبالتالي مخنا محتاج ينمط، ومش غلط ان هو ينمط، بس المهم ان احنا نبقى واعيين واحنا بننمط ان احنا كمان يبقى عندنا مرونة في ده، فان احنا يبقى عندنا توقعات من الستات، بس الست اللي هتيجي بره التوقع هنتقبلها وهنسيب لها، زي ما المجتمع بنقول ان المجتمع المفروض يسيب مساحة من البراح ان الستات تعمل الاختيارات خارج القوالب اللي المجتمع بيحطها. مخنا كمان مفروض ندربه ان هو يتقبل السلوكيات اللي هتيجي من ستات او رجالة خارج تعريفه هو الشخصي للرجولية والأنثوية، لان في كتير من الافراد بيقعوا في خطأ ان هم اما بيجي لهم معلومات مختلفة ما بيعرفوش يتعاملوا معها ازاي، وبيكون قدامهم بديل من ثلاثة، اما ان هم يرفضوا هذه المعلومات تماما، يتعاملوا يتجاهلوها، يتعاملوا انها ما حصلتش لان هي بتسبب لهم درجة كبيرة جدا جدا من التوتر عشان هي خارج توقعاتهم وخبراتهم السابقة، في حين ان في بعض الافراد التانيين هيحاولوا ان هم يقرروا ان العيب في المعلومات الجديدة مش فيهم هم، وبالتالي الفرد اللي قدامهم ده اما فرد مجنون او مريض او غريب او كذا، فهينبذوا كل ما يعبر عنه الفرد اللي جاي جديد. في افراد ثالثة بياخدوا اختيار هو في الحقيقة الاختيار الانسب والاعقل، ان هم بيحاولوا يعودوا النظر في التنميطات والتوقعات اللي عندهم، وبالتالي هيسيبوا درجة من المرونة ان المعلومات اللي جاية جديد دي تغير في القوالب اللي موجودة عندهم فعليا، ويقدروا يسكنوها في تعريفاتهم وتوقعاتهم، ويخلقوا توقعات جديدة هي في الحقيقة اكثر صلاحية للتعامل مع طيف واسع من المعلومات المرتبطة بالمجتمع اللي هم عايشين فيه. طيب، طالما بنقول ان التنميط عملية طبيعية والمخ لازم يقوم بيها، وكل البني ادمين طبيعي وتلقائي لازم مخهم يقوم بعمليات مختلفة من التنميط، احنا متضايقين ليه؟ ليه كل شوية بنقعد نتكلم عن التنميط والتنميط، وبنحاول كل المجموعات اللي منشغلة بقضايا النساء او المنشغلة بقضايا الجندر التنميط ده سؤال بيشغلها جدا، لان الازمة الاساسية ان عادة التنميط ما بيقفش عند التنميط، التنميط بيمتد علشان يترتب عليه مجموعة من المترتبات السلبية جدا والخطيرة جدا والمرتبطة بعقاب الافراد اللي بيحاولوا يخرجوا برا التنميط او القوالب اللي المجتمع بينتظرها منه، وبالتالي بيكون في خط رفيع جدا ما بين التنميط اللي احنا ممكن نتقبله وما بين ما يعرف بالوصم الاجتماعي واللي بيترتب عليه بعد شويه تمييز، ودول الفخين اللي احنا ممكن كافراد نقع فيهم، وللاسف المجتمعات اللي احنا عايشين فيها بتقع فيهم طول الوقت. التمييز بيحصل امتى؟ التمييز بيحصل لو انا
زي ما قلنا قبل كده عندي اوريدي مجموعه من التوقعات المرتبطه بالفئات اللي بتعامل معاها، وبالتالي انا عندي مجموعه من التوقعات المرتبطه بالمراه في مقابل توقعات اخرى مرتبطه بالرجل. لو جت حاجه من الفرد خارج هذه التوقعات وانا مش قادره اتقبلها، فهبدا اوصم الشخص اللي قدامي ده بمجموعه من الصفات المختلفة اللي بالحقيقة بتحط عليه معيار الوصم الاجتماعي، وده بعد شوية بيوقعنا بقى في الفخ الأكبر اللي هو فخ التمييز، إن المجتمع كله بيتفق اتفاق ضمني إن إحنا هنميز، هنسحب مجموعة من الحقوق اللي مرتبطة بهذا الفرد كون اللي هو راجل أو ست، علشان هو خد اختيارات بره المساحة اللي إحنا سامحين له يتصرف جواها، أو مساحة الاختيارات اللي إحنا متوقعين إن هو هياخدها. سؤال الفروق ما بين الرجال والنساء أو ما يعرف حالياً بالفروق الجندرية هو من أقدم الأسئلة اللي شغلة تخصصات بحثية كثيرة جداً، وفي مقدمتها العلوم الاجتماعية، فالمختصين في العلوم الاجتماعية من زمان جداً بيحاولوا يجاوبوا على سؤال إيه هي الفروق اللي يمكن إثباتها، اللي ممكن نقدر نصل ليها وإحنا مطمئنين، اللي بتكون ما بين الرجال والستات. لفترات زمنية طويلة تم التعامل مع الفروق الموجود بين الستات والرجالة باعتبارها فروق بيولوجية، بمعنى إن هذه الفروق هي فروق موجودة بالضرورة، بما إن في شخص مولود باعتباره راجل وفي شخص مولود باعتبارها ست. بعد شوية الناس بدأت تبص وتعمل أبحاث أكتر وتعيد النظر في النتيجة دي، فلقوا لا الموضوع مش كده خالص. في الحقيقي إن إحنا مخنا في مراحل زمنية بيكون عنده مجموعة من الإمكانيات اللي احنا نقدر نرجعها أو نربطها بجنسنا البيولوجي، ولكن هذه الإمكانيات هي ليست حتمية، بمعنى أن هي مش موجودة بالضرورة وبشكل مطلق. الإمكانيات دي موجودة لأن احنا عايشين في مجتمعات شكلت كنا ستات أو رجالة، وبالتالي شكلت اللي احنا سميناه بعد كده بالنوع الاجتماعي أو الجندر، وفي نفس الوقت شكلت مخنا طبقاً لهذه التوقعات، بمعنى إن إحنا متوقعين لأن إحنا عندنا تنميط بيقول إن الولاد أشطر في الرياضة والبنات أشطر في العربي أو في اللغات أو في الحاجات اللي مرتبطة بالتعبير وغيره، فإحنا هنبدأ نذاكر لولادنا لو كانوا ذكور نركز على مذاكرة الحساب ونعتبر نتوقع منهم هم يبقوا أشطر في الحساب، في حين هنبدأ نذاكر لبناتنا بشكل تاني مختلف ونتوقع منهم ان هم يبقوا اشطر في الشعر وفي الادب وفي اللغات وفي غيره. وبالتالي العلوم الاجتماعية دلوقتي بتبص ان الموضوع مش مجرد قطبين بيقول ان الرجالة مفروض تسلب بشكل معين في حين الستات مفروض تسلب بشكل معين، لا الموضوع مش كده، الموضوع هو متصل، بمعنى ان احنا عندنا خط كبير جدا جدا على اخره بيكون أحد الأقطاب فيه بيكون الرجولة يعني الخالصة لو افترضنا أن في حاجة اسمها الرجولة الخالصة، وعلى القطب الآخر الأنوثة الخالصة لو افترضنا برضو أن في حاجة اسمها الأنوثة الخالصة، وكل الأفراد بيتحركوا في النص بين الاثنين دول طول الوقت، الستات والرجالة موجودين في نقط ما على هذا المتصل، ساعات بتقرب جدا من النقطة القطب اللي على الشمال بتاع الرجولة وساعات بتقرب من الأنوثة وهكذا، وساعات كمان الفرد نفسه بيتحرك على المتصل ده في فترات زمنية بشكل مختلف، بمعنى أنه هو ممكن ياخد مواقع مختلفة على الخط في مراحل زمنية أو عمرية مختلفة.